تحت رعاية حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة أهل البلاد المفدع في دول الله ورعاه ينطلق غدا سباق كأس جلالته للقدرة للعموم والناشئين لمسافة 120 كيلومتر والسباق التأهيلي الدولي لمسافة 80 كيلومتر وذلك بقرية البحرين الدولية للقدرة وسينطلق السباق الذي سيشارك فيه نخبة من فرسان الفريق الملكي والإسطبلات المحلية وفرسان دولة الإمارات العربية المتحدة عند الساعة السابعة صباحا وكان الفحص البيطري للسباق قد أجري اليوم وسط اجراءات منظمه من قبل الاتحاد الملكي للفروسيه وسباقات القدره بحضور سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفه ممثل جلاله الملك الأعمال الخيريه وشؤون الشباب الرئيس الفخري للاتحاد الملكي للفروسيه وسباقات القدره وسمو الشيخ خالد بن حمد الخليفه النائب الاول لرئيس المجلس الاعلى للشباب والرياضه قائد اسطبلات الخالديه وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي وسمو الشيخ فيصل بن راشد الخليفه رئيس الاتحاد الملكي للفروسيه وسباقات القدره ورحب سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفه بمشاركه فرسان دوله الامارات العربيه المتحده بقياده سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي في سباق كاس جلاله الملك المفدى للقدره مشيرا الى ان تواجد فرسان دوله الامارات وفرسان مملكه البحرين مع البعض في السباق سيشكل فرصه مثاليه للاثاره والتحدي والقوه باعتبارهم من خيره الفرسان في رياضه القدره. وقد شهد سمو الشيخ ناصر قائد الفريق الملكي الفحص البيطري والتقى بعدد من الفرسان وحثهم على تحقيق النتائج المتميزة في السباق والظفر بالمراكز الأولى في سباق جلالة الملك للقدرة معتبرا أو معتبرا أن مراحل السباق فرصة حقيقية أمام فرسان الفريق الملكي وفرسان الاسطبلات المحلية لتأكيد تطورهم وقوة منافستهم في هذا الموسم وأبدى سمو الشيخ ناصر بن حمد ثقته الكاملة في أعضاء الفريق الملكي الذين سيشاركون في السباق وذلك عطفا على الإمكانات الكبيرة التي يمتلكونها والخبرة الواسعة التي اكتسبوها جراء المشاركة في مختلف البطولات والأحداث الرياضية. مشيرا الى ان الفريق الملكي دائما ما يكون رقما صعبا في البطولات والسباقات التي يخوضها وسيكون في هذا السباق حاضرا بقوه من اجل تحقيق المراكز المتقدمه. واكد سمو الشيخ ناصر بن حمد ان الفريق بات جاهزا للسباق ومن خلال المتابعه المستمره للتدريبات وسيكون الفريق حاضرا من اجل المراكز الاولى في السباق متمنيا للفريق الملكي وفرسان الاسطبلات المزيد من التوفيق والنجاح في هذا السباق. كما أشار سمو الشيخ ناصر بن حمد بفرسان الإسطبلات المحلية الذين بذلوا جهودا كبيرة في تجهيز جيادهم للموسم الحالي والاستعانة ببعض الإسطبلات بجياد من خارج البحرين الأمر الذي يؤكد جدية الإسطبلات في المشاركة الواضحة لتطوير الموسم المحلي ورياضة القدرة في المملكة من جانبه قال سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة قائد إسطبلات الخلدية إن السباق سيكون قويا ومثيرا نظرا للمشاركة الواسعة التي يحظى بها من قبل مختلف الفرسان والاسطبلات في البحرين، معتبرا أن هذا السباق يأتي بمثابة التأكيد على جاهزية الفرسان والجياد لخوض منافسات سباقات القدرة في المملكة التي دائما ما يتطلب إعدادا مغايرا ومكثفا من أجل الحصول على المراكز المختلفة. وأعرب سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفه عن تفاؤله بسباق قوي من الناحيه الفنيه وذلك بفضل المشاركه الواسعه من قبل مختلف الفرسان في المملكه الذين يمتلكون خبرات كبيره وتسهم في ادخال الحماس على السباق مشيرا الى ان تحضيرات الاسطبلات المحليه كانت في مستوى الحدث قبل انطلاقه السباق الامر الذي ينذر بسباق قوي ومثير من كافه النواحي حيث من المتوقع ان يشهد السباق سرعات عاليه من جميع الفرسان واعرب سمو الشيخ خالد بن حمد عن تفاؤله للمنافسه القويه بين جميع الفرسان الذين تمكنوا من تجهيز جيادهم وفرسانهم للمنافسه الحقيقيه على القاب الموسم الرياضي مشيرا الى ان السباق سيكون مثيرا للغايه في ظل المشاركه القويه من قبل مختلف الفرسان في البحرين